وبرشا ضغوطات وبرشا محاولات، كل مدرب يرى في روحه اللي هو عنده الأحقية وينجم يكون صحيح راه. ولكن سي عبد الباقي فما كوتا مرتبط بها الاتحاد التونسي مع الاتحاد الافريقي، كانت 20 ولات 24 سي ديجا، معناتها مش حاجه معناتها باهي، معناتها زدنا اربع اسماء معناتها ما اللي متاكد منه الناس الكل حاولت، كل واحد حاول طريقته انه يوصل الملف نتاعه ويلقى روحه في القائمه هذه. هذاك علاش قلت لك باش تخرج انت ال 24 اللي في الكوتا تعمل كريتير واحد يجمع عده بوتي كريتير مع بعض، يلزموا يتوفروا في الشخص مع بعضهم الكل، وتهز وقتها تلقى روحك قدام بوتيتر 30 كانديدا فالابل، تهز منهم ال 24 الاولي، تمشي لاقدميه السنوات وقتها وكذا باش تفصلها، وتكون تخرج من اللعبه. ثم هل من المعقول احنا تو عندنا عندنا باش نعملوا ستاج ب 12 شهر ليسونس برو هكا ولا؟ وما احنا ما عندناش اداره فنيه. اي مش اداره فنيه تقوم بها هذه. اه. سي الكاف. كاف كاف. عم؟ كاف. شكون تنسق؟ اداره فنيه. هذا الموضوع اي فما شكون يلزم يكون ثم اداره فنيه فما سي وحيد منيف موجود لا اللي هو اللي مركز وحيد المنيف مسؤول على الديبارتمون تاع التكوين توا الاداره الفنيه تفككت الى دي ديبارتمون دو كيما 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 السيستم تاع المدير الفني اللي يجمع لي ديبارتمون الكل باش يعمل التناسق المطلوب في الاداره الفنيه ما ثماش اي ما سي عبد الباقي ذول كيما سيستم الفيفا معناتها ما عادش فما مدير فني يجمع الناس الكل فما مجموعة متاع مسؤولين كل واحد مسؤول على الديبارتمون هو يتحمل مسؤوليته في الاختصاص بتاعه المدير الفني ديما موجود في الجامعة حتى في الفيفا ديما موجود بالعكس لا. زاد الدعم الفيفا حطته في الـ في الـ في الاورغانيزاسيون نتاعها والاكزيج دي ديريكتور تكنيك وعنده سيبفونسيون من الفيفا للديريكتور تكنيك عنده سيبفونسيون من الفيفا وعنده سيبفونسيون من الكاف لا ديريكسيون تكنيك مش ديريكتور ديريكتور تكنيك اون بليس في فيفا ما عندهاش ما تباشرش في فرق باش يتكور بهم لا ديريكسيون تكنيك عندها دي سيليكسيون دو جون تخدم بهم لا لا الوغ إل تفو ان ديريكتور تكنيك لا وفي القوانين نتاعنا نتاع تونس يزن ديريكتور تكنيك موجود هو تو ما فماش ما فماش لا تو مش موجود ديريكتور تكنيك بالمعنى اللي نعرفه كما كان مثلا كما كنت انت سي يوسف ولا صغير زويته ولا حاجه ما فماش ولا كمال القلسي في وقت من الاوقات حد الان ما فهمش نعطيك حاجه اخرى التوجه ماشي نحو الابقاء على الديريكسيون تكنيك دي ديبارتمون سيباري هي هذه متفقين فيها التوجه انا بدي المعلومه اللي عندي اي المعلومه اللي عندي انه باش يقعد هكا معناتها دي ديريكسيون سيباري ما فماش مدير فني بعينه فما نقطه اخرى تو عندنا المدربين اللي قاعدين يرنيوا لبرا يعني كيفاش الحضور نتاعهم توا حاليا هل ترى باش يكون اجباري والا يعني لا اجباري الحضور يظهر لي فما عدد نتاع غيابات اذا يتجاوزوا معناتها ما ايش نعملوا هنا في المدربين اللي قاعدين يخدموا البركة كي قال كما قال حمدي مرزوق عاملين التزام معناتها في البلديه التزام بالحضور وحتى اللي ما يخدمش البرة اللي قاعد يخدم هنا في تونس جو برون لو كا عندك سعيد السيبي يخدم في تونس في فريق مراهن على البطوله مش يسيب غدوة الخدمة نتاعه ويمشي يحضر مش كان سعيد سيبي نبيل كوتي